محمد منير يعتبر ابويا يبقى ابن خاله وامي بنت خالته. فطبعا انا صغير في اولى ابتدائي تانية ابتدائي كان بيجي لنا البيت فتأثرت بيه فاشوف التلفزيون حطيته زي مثل اعلى ليا من الطفوله فبقيت احب اغني له من الصغر. جت ازاي بقى المزيكا النوبيه؟ الجماعه الكنوز ماخدين الجنب الضفه الغربيه اللي من غرب النيل هتبتديها من اول اسنا شراونا كل الغرب النيل ده كلها منطقه الكنوز. الفجكه اختاروا هم الضفه اللي هي الشرقيه يعني هتلاقي حتى نصر النوبه التهجير كله من اليمين. الفجكه تعتمد على اللي هي السلم الخماسي اللي احنا مرتبطين ارتباط مع السودان لان احنا يعتبر جزء واحد. ايه الفرق ما بين الدف النوبي مبدئيا والدف العربي؟ يعني الدف آلة مستخدمة وكثير قوي في أسوان والطار برضو اللي هو الكبير بتاع الستات ده نفس المدرسة. اولا الدف على فكرة موجود من ايام الاسلام. لو تفتكر انت لما كان الرسول لما عليه الصلاة والسلام مكة للمدينة طلع البدر علينا كان بيتعزف بالدفوف. فمن هنا لان الدف آلة طبيعية دي الاطار ده الدائرة دي بتبقى خشب وهو ده صناعي. انا بتكلم على الدف الطبيعي التاني بيكون مشدود بجلد جلد الماعز او جلد خروف بتشد عادي. الايقاعات بقى بتفرق في ايه؟ في اللي هو النوبي بيبقى زي كده السوداني زي كده مثلا كده زي شفت انت السيره والجماعه البشريه والحبابته زي كده كمان. يعني دخل العود بقى كتير وبقى لين العود ده بقى ليه قصه جميله. العود على فكره هو يعتبر ابن الطنبور. عازفين العود طبعا في الفن النوبي حمزه علاء الدين واحمد منيب وحج فكر الكاشف وحج دهب ناس كثيره دول اساتذه العود آلة العود. كان بيدرس كمان حمزه علاء الدين. حمزه علاء الدين اصلا سافر بره عمل الدكتوراه في المزيكا خاصه في آلة العود ودرس هناك كان دكتور هناك في فرنسا وفي ألمانيا وفي أسبانيا وفي اليابان. والوحيد الفنان النوبي الوحيد اللي أضاف العود طبعا خمس أوتار الوحيد اللي أضاف الوتر السادس اللي هو تحس إن العود بيتكلم أو بيغني مش مزيكا وتحس برضو إن في أكن في إيقاع معاه لمسة الوتر السادس ده. احنا لو مرتنا دينا نجري على اصغر ما فينا من ورا الليل والمعابد والكنائس والمساجد تحضنينا وتحكي لينا تصغر الدنيا في عينينا وانت يا شمعة هي جيدة في قلبنا يا عروس الليل تعيش يا مصر.